رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب. مساء الخير، قرار تاريخي. توقيت هذا القرار سيادة النائب، شو ترى توقيت هذا القرار إيه؟ مساء الخير يا أحمد بيزا حضرتك. ربما يأتي هذا القرار كتتويج لمنظومة شاملة كانت تحدث على أرض مصر خلال 7-8 سنوات الماضية. أنا عايز بس أرجع خطوة لورا كده ونتذكر أنه في ثورة 2011 كان تاني مطلب هو إلغاء قرار قانون الطوارئ. بعد 70 سنة بنشوف رئيس واثق من نفسه، واثق من إنجازاته، حصل تطور كبير جدا على أرض مصر وعلى مختلف الأصعدة، سواء الخدمات المرفقية، الاقتصادية، الصحية، إلى آخره، المبادرات، مبادرة حياة كريمة. بنشوف حالة من الحراك المجتمعي الشامل ومنظومة وسيمفونية، ومع أيضا إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتي إلغاء قرار إلغاء الطوارئ كتتويج لهذه الاستراتيجية وبداية انطلاقة جديدة في تنفيذ المحاور الأربعة التي جاءت في محتوى هذه الاستراتيجية. لعل وعسى أن سيستتبع مثل هذا القرار عدة قرارات وحراك مجتمعي شامل أو منظومة أو سيمفونية مجتمعية. زي إيه؟ توقعات حضرتك إيه؟ يعني أنا أعتقد أن أنا مش صاحب هذا الإنجاز، فأعتقد أنه الأيام القادمة سيتمخض عنها الكثير من القرارات التي ستسعد يعني مصر، أبناء مصر في الداخل. ولكن أنا عايز أرجع لهذا القرار اللي صدر اليوم، هو قرار إلغاء قانون الطوارئ. هي رسالة إقليمية ودولية قبل أن تكون رسالة للداخل. هي رسالة تأكيد للداخل أن مصر آمنة بأبنائها، ولكن الرسالة الأقوى والأهم من كل الرسالات التي وجهت للداخل هي رسالة إقليمية ودولية أن مصر لن تركع لأي أجندة خارجية. صح. مصر ضحت بأبنائها، هناك من استشهدوا ودفعوا أرواحهم ثمنا لبقاء هذه الدولة، سواء من أفراد الشرطة والجيش، ضباط وعساكر، شفنا معدنيين استشهدوا جراء هذه الحوادث الإرهابية. هذا على دور عبادة، مساجد وكنائس، على الصعيد الإنساني، ولكن على الصعيد المادي أو المعنوي رأينا تفجيرات بتحدث على أراضي سيناء في مساجد، شفنا حرق كنائس في المنيا والقاهرة والأسكندرية إلى آخره، شفنا ناس كثيرة خسرت ممتلكاتها المادية. ولكن الأهم من هذا هو توحد النسيج الوطني المصري يدا بيد، كتفا في كتف. يمكن القرار النهاردة هو رسالة تتويج لهؤلاء الشهداء. شفنا عمليات إرهابية راح جرأها مدنيين من شيوخ ورجال وأطفال كانوا ذنبهم الوحيد إن هم بيأدوا صلاة الجمعة في مسجد الروضة في سيناء. رأينا أيضا عندك مساجد وعندك كنائس في اسكندرية، في طنطا، في القاهرة، في القاهرة. شفنا حاجات كتيرة، مش فقط مساجد وكنائس، ولكن أيضا ممتلكات خاصة وممتلكات عامة. صحيح. شفنا تفجيرات لمديريات أمن. شفنا تفجيرات بالجملة، شفنا تفجيرات في الشارع. عشنا أيام سودة مع الإرهاب بصراحة. فالنهاردة بيبص على هذا القرار انه قرار عادي. انا مش شايف انه ده استخفاف بمثل هذا القرار، ولكن انا شايف انه هو علشان امن على ممتلكاته نسى او تناسى، لانه طبيعة البشر النسيان تماما. البعض طبعا، يعني ما هو ده اللي انا اقصد. ولكن النهاردة من وجهة نظري انا كمواطن قبل أن أكون مشرعا أو رئيسا للجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أن هذا يعتبر تتويج لسلسلة من النجاحات والوثبات التي حدثت على أرض مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيادة النائب طارق رضوان، بشكرك شكرا جزيلا.